يقول: فضيلة الشيخ، هناك مجموعة من الناس يصلون صلواتهم في مسجد بداخله قبر، وعندما تتحدث معهم في ذلك وتقول إن هذا لا يجوز، يتهمونك بالجنون والتخلف. وحقيقة الأمر أنهم يتوسلون بصاحب هذا القبر بالدعاء وخلافه. هل صلاتهم في هذا المسجد صحيحة؟ أما عن توسلهم بصاحب هذا القبر فمعروف لدى الجميع، لكني أسأل: هل تجوز الصلاة معهم أو خلف أحدهم؟ وهل تحل ذبيحتهم؟ افتوني مأجورين، جزاكم الله خيرا. أما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو المسجد المبني على قبر فإنها لا تصح، لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور أو الصلاة إلى القبور، وذلك لأن هذا فيه وسيلة إلى الشرك، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبنون المساجد على القبور والذين يتخذون عليها السرج، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذر أمته من أن يفعلوا ذلك لما في ذلك من الوسيلة إلى الشرك. أما إذا كان يدعو الميت ويستغيث به ويذبح له وينذر له فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، وهذا لا تصح منه عبادة لا صلاة ولا غيره حتى يتوب إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام من جديد، لأنه مشرك. لا فرق بينه من عبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لأن الجميع يقصدون بعبادتهم لهذه الأشياء أن تكون شفيعة لهم عند الله وأن تقربهم إلى الله زلفى، كما ذكر الله ذلك عنهم في كتابه. وهؤلاء يحبون حذو أولئك في تقرب إلى الأموات بأنواع العبادة، يطلبون منهم الشفاعة عند الله والوسيلة عند الله إلى غير ذلك من المقاصد الشركية. وهذا هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، مجاهدة أهله ومقاتلة أهله حتى يقولوا لا إله إلا الله ويلتزموها علما وعملا. ومثل هذا لا يصلى خلفه إذا كان يدعو الأموات ويتقرب إليهم بأنواع العبادات كما هو معروف عند القبوريين، فإنه كافر مشرك لا يصلى خلفه حتى يتوب إلى الله عز وجل ويعمل بعقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن أكل ذبائحهم طالما أنهم يتوسلون بصاحب ذلك القبر. كذلك لا تؤكل ذبائحهم، إذا حكمنا بشركهم خروجهم من الملة فلا تصح الصلاة خلفهم ولا تحل ذبائحهم، لأن ذبيحة الكافر حرام وذبيحة المشرك حرام إلا ما استثناه الله من ذبائح أهل الكتاب فقط. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمراد بالطعام هنا الذبائح. أما من عدا الكتابيين من جميع طوائف الكفر والشرك فإنها لا تحل ذبائحهم للمسلمين لأنها رجس وخبيثة، ومما أهل بها لغير الله أو يكون ذابحها وثنيا.